بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، المشاركة في مسير ينقل. سعدت أن ألتقي بأحد الأخوة الكرام. اسم الكريم عبد الله بن راشد بن سيف الخنبشي. من أين الأخ عبد الله؟ من حي الخنابشي. من حي الخنابشي، أين هذا الحي؟ تابع لولاية ينقل، تبعد عن مركز الولاية 63 كيلو بالضبط. ما شاء الله. ممكن تعطيني نبذة عن حي الخنابشي؟ والله المكان بطبيعة الحال هي منطقة جبلية، يعني قمة الروعة، أقول لك ذات مناظر خلابة. ما شاء الله، تشوقتني. أي نعم. جميل. إيش اللي موجود يعني فيها من جماليات؟ فيها جميع الأشياء، مثل عندك الثراء، الموروثات، شيء يعني حارات تراثية. نعم. عندكم؟ نعم. جميل. والزراعة؟ والزراعة هو جبال. كيف الجبال؟ تجارة ماشي فيها لأنها منطقة جبلية نائية. أوه سبحان الله، ما فيها تجارة. كيف أنتوا تتسوقوا وكذا؟ مركز الولاية أو الصحار. صحار ما شاء الله. أيوة. أشوفك تحمل يعني اسم فريق. رئيس الفريق. إيه أنت رئيس الفريق. رئيس ما شاء الله. سعدت. أيوة. بلقياك ما شاء الله. الله يسلمك. الله. ممكن تعطيني نبذة عن الفريق؟ والله هو الفريق ما شاء الله يعني. أها. أسس من الإدارة السابقة. أها. وتقريبا ما صار له 4 سنوات أو 5 سنوات. ممتاز. يشارك في جميع الفعاليات. جميل. منجزات طيبة. أيوة. ما شاء الله. ما هي أهداف الفريق؟ والله أول شيء التعرفة، ثاني شيء كسب الرياضة، اللياقة البدنية. ممتاز. ونفس ما خبرتك يقول لك سافر وفي الأسفار 5 فوائد. ما شاء الله، جزاك الله خير. رسالة تحب أن توجهها حول رياضة المشي؟ والله أنصح جميع المنتسبين أو الناس بالرياضة الحين، لأن أصبح لها دور. جميل. فعال ما شاء الله. فأغلب الأطفال أو الأولاد يعني سن الرشد تحصلهم عندهم أمراض مزمنة، السكر، ضغط، ربو. نعم. فالرياضة هذا تخفف من هذه الأمراض. ما شاء الله. علاج يعني. صرخت. شبه أنه علاج 100%. نعم. رسالة يعني توجيه للذين نظموا هذا المسار اليوم، فريق ينقل. والله كفى عليهم، ما قصروا. نعم. جزاهم الله خير، قاموا بفعل ومجهود. نعم. اللي التمسنا منهم ما شاء الله عليهم. يعني ماذا ترى تميز هذا المسار؟ والله كله على مناظر خلابة. جميل. ذات صلة حلوة الصراحة. بارك الله فيك. سعدت بلقائك. الله يطول عمرك. إن شاء الله.